السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دورة التعليم الـ React JS. في هذا الدرس سنتحدث عن الـ Forms وتحديدا عن مصطلح Controlled Component. Controlled Component هو الطريقة التي يتم التعامل فيها عادة مع الـ Inputs في الـ React JS. فلنتعرف على الطريقة، طبعا في الأساسيات تحدثنا عنها قليلا، ولكن لتوضيح المصطلح طبعا يوجد لدينا هنا عبارة عن Application React فارغ، وسأقوم بإنشاء Component. فمثلا لدينا هنا الآن عبارة عن Input بهذا الشكل، ويوجد لدينا هنا ضمن الـ State سأقوم بوضع قيمة افتراضية مثلا Value يساوي Default بهذا الشكل، وهنا سأقوم بتمرير الـ Value بهذا الشكل، إذا this.state.value، وفي حال تم التغيير نقوم باستدعاء الميثود this.setValue، وطبعا يجب علينا تعريفها هنا في الأعلى setValue this.setStateValue. طبعا هنا لدينا event و سأقوم بتحويله لـ arrow function حتى لا نضطر نقوم بعمل bind. وهنا لدينا إذا value يساوي event.target.value. إذا بهذه الطريقة نقوم بعمل الـ two-way data binding، أو بهذه الطريقة نقوم بالتعامل مع الـ inputs. إذا نلاحظ أنه يعمل بشكل ناجح في حال انتقلنا إلى React وإلى القيمة، نلاحظ إذا لدينا القيمة هنا تعمل بشكل ناجح. إذا ما معنى Controlled Component؟ Controlled Component هو لدينا هنا في الـ Input، في الوضع العادي الـ Input يكون هو مسؤول عن الـ State، أي القيمة الموجودة بداخله يكون هو المسؤول عنها في الـ HTML، و في حال أردنا الحصول على القيمة فنحصل عليها من داخل الـ Input. ولكن عندما نقوم باتباع طريقة الـ Controlled Component فتكون الـ Data متمركزة في الـ State الخاصة لدينا في الـ React كما نلاحظ هنا، ونقوم بتمرير هذه القيمة عن طريق Value، وأيضا نقوم بتمريرها عن طريق أو بتعديلها عن طريق استخدام ميثود onChange. فهنا في حال قمنا بحذف onChange وجربنا التعديل، هنا نلاحظ أن لا شيء يحدث، لأن فعليا الميثود المسؤولة عن التغيير هي هذه الميثود، وإذا دائما الـ React أو الـ State الخاصة بـ Component الـ React هو المسؤول عن الـ Data، وليس في الوضع العادي عندما يكون لدينا uncontrolled component. طبعا uncontrolled component ممكن ان نستخدمها في بعض الحالات، على سبيل المثال في input type file، وطبعا سنتعرف عليه في وقته. فممكن ان نقوم باستخدام uncontrolled component، وفي بعض الحالات ممكن ان نستخدم controlled component. وبهذا الشكل نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.